جات لي هديه هذه قبل شهر ما قدرت افتحها نوفمبر عندي اختبارات فما فضلت نفتح. مثل ما عودتكم ان الهدايا تكون لبنتي، هذه هديه شهر نوفمبر فقلت افتحها لكم الحين نشوف. يجيبون لها العاب او اشياء للعمر المناسب لها. هذه لعبه بالخشب لكن هنا رابر فورك وسبون ما تشوفون كيف ملعقة وشوكة. هذه مكتوب عليه انها ترافل باك، يعني تحط فيها اشياء لو بتطلع برا فيها او شيء تكون برضو ضد الماي حافظة. يعني هنا ذي اللعبة اتوقع الكل يعرفها انك كيف تركب الاشكال على الاماكن المناسبة لها. ما تشوفون هنا وبس كل الاشياء. في نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم.